الشيء الثاني أيها الإخوة، أن يواطئ الباطن ما تظهر الظاهرة منك، يعني أنت تظهر للناس أشياء صحيح؟ لابد أن يواطئ باطنك هذا الظاهر. هذه اسمها المصداقية الذاتية. المصداقية الذاتية، أيهما أخطر وأيهما أولى بالتقديم، المصداقية في نظر الناس أو المصداقية الذاتية؟ المصداقية الذاتية، أن أعلم بيني وبين نفسي، يعني بيني وبين الله نفس الشيء، يتعادلان، أن ظاهري مواطئ لباطني وباطني يواطئ ظاهري، يتواطئان أيها الإخوة، يتصادقان ولا يتكذبان. سأعطيكم الآن أيها الإخوة معيارا عجيبا جدا ألهمني ربي عز وجل، خطير جدا. ما هو؟ بعض الناس يدعي العفة، يزعم نفسي أنه عفيف، صحيح مسلكه عفيف، لكن هل هو عفيف حتى النخاع؟ لا أستغفر الله، هل هو عفيف حتى النوم؟ ما معنى هذا؟ كما قلنا في الدرس الأخير، كل الناس في منامهم مجانين، كلنا في النوم مجانين، في الأحلام نفعل كل ما يعن لنا، صحيح؟ الذي يشتهي أكرمكم الله زوجة صديقه يأتيها في المنام، في اليقظة لا يريد طبعا، والحمد لله عنده من الدين ما يزعه عن ذلك ومن الشرف والعفة، وربما من الموانع. بعض الناس ليس عفيفا لأنه يريد أن يكون عفيفا يستعف، أبدا عفيف لأنه لا يقدر، انتبهوا مصيبة، هذا سيبعث يوم القيامة داعرا، ما رأيكم؟ طبعا قال فهما في الإثم سواء. واحد نفسه يفعل مثل فلان، مثل خرجقجي، نفسه يفعل وكذا وكذا، ماشي نحكي كلمات غير لائقة بالمقام بالمنبر، بس مش قادر، مش طالع بيده المسكين، لكن لو طلع مش حيوفر. النبي قال يوم القيامة، قال يبعثان سواء فهما في الإثم سواء، ما رأيكم؟ هتقول لي هذا دين صعب، مش دين صعب، هذا دين له فلسفة خاصة، فلسفة الصدقية والمصداقية يا أحبائي، فلسفة بارئة من كل زيف وكذب وتزييف، فلسفة حقيقية، فلسفة ترى أن التدين ثراء شخصي، نمو ذاتي، نضج إنساني، هذا هو ديننا لو كنا نفهمه حقاً.